خلينا نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للجنة المرأة بالنادي الأهلي اللي نظمت برضو بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت طبعا إشراف الإدارة التنفيذية ندوة. كانت ورشة قلنا عنها برضو امبارح تحديدا، وكانت تحت عنوان جمالك بيهمنا، كان بمشاركة عدد من خبراء الإتيكات والجمال بفرع النادي كان بمدينة نصر. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. احنا النهارده عاملين ايفنت مختلف بنقصد بيه المراه العضوه في نادي الاهلي، ان احنا بنعرفها حاجات هي ممكن تكون تايهه عنها زي فنون الاتيكيت، فجايبين متخصصه في فن الاتيكيت بتعلمنا الفنون على اصلها. يعني هدفنا ان مراه النادي الاهلي تكون متميزه، وجايبين دكتوره جلديه برضو هتدي محاضره عن كيفيه الاعتناء بالبشره والشعر، وان ازاي تبقى المراه جميله في كل احوالها. يعني النهارده يوم مميز، النهارده بنتكلم عن السلوكيات الحميده والمظهر الحسن. عموما هو الجمال عباره عن ايه؟ الجمال جمال روح وجمال شكل. جبنا في جمال الروح استاذه هند المؤيد هتتكلم عن جمال الروح من ناحيه السلوكيات الحميده، وازاي يكون اسلوبنا راقي، وايه هي التصرفات اللي تبقى ليها مظهر راقي يليق بعيله الاهلي. طبعا عيله الاهلي كلهم راقيين، بس هي هتترجم لنا الرقي اللي موجود في النادي الاهلي والعظمه اللي موجوده في عيلته، هترجمهن بطريقه تقول ان العلم بيفسره، ده علم احنا بنعمله لان احنا اهلاويه. ايفنت النهارده هو بيتكلم عن جمالك يهمنا، جمال المراه. احنا اصلا في لجنه المراه بنهتم بكل ما يخص المراه، فالنهارده فكرنا ان احنا نعمل حاجه ليها علاقه بالاهتمام بالبشره، بالشعر، بالاتيكات. في حاجات كتير قوي المراه بتحب انها تهتم بيها، وخصوصا دلوقتي الحياه الاقتصاديه واخده الناس كلها، وبتخليهم ما عندهمش الوقت ولا الجهد ان هم يهتموا بنفسهم. فجمعناهم النهارده في النادي الاهلي وجبنا لهم خبيره في الاتيكات والبروتوكول، وجبنا لهم كمان دكتوره لامراض الجلدية عشان تعلمهم ازاي يهتموا بالبشره وشعر، وكمان في برودكتس كمان هيتعلموا ازاي يحطوها على بشرتهم وشعرهم يستخدموها عشان يطلعوا احسن ما عندهم ويبقوا في افضل حال وصحتهم ومظهرهم يبقى تمام. النهارده الايفنت تحت عنوان جمالك يهمنا. دائما النادي الاهلي حريص على الاهتمام باعضائه، وبيقيم العديد من الايفنتات الخاصه بالمراه، وخصوصا لجنه المراه لازم نهتم بالمراه كعضوه، الاهتمام بالجمال الداخلي والخارجي. النهارده هنستضيف الاستاذه هند المؤيد خبيره الاتيكيت، والدكتوره علياء استشاري البشره والتجميل والليزر. والنهارده ان شاء الله يبقى يوم هادف للاعضاء ويوم ممتع وجميل. طبعا هو النادي الاهلي صرح كبير جدا وبيهتم بالجانب الثقافي والعلمي مش بس الرياضي، وانا شايفه ان يعني ما شاء الله في اقبال من العضوات والناس مبسوطين بالايفنت. انا شايفه ان نادي الاهلي طبعا من النوادي العريقه الكبيره جدا اللي بتقوم بالانشطه البناءه الجميله، اللي هم فعلا بيختاروا كوادر وناس اخصائيين على مساحه كبيره او على قدر كبير من الثقافه. الانشطه في منتهى الرقي، في منتهى الجمال، بتقدم للمراه معلومات كتيره جدا في جميع المجالات. وانا بصراحه يعني سعيده جدا جدا بالانشطه اللي بتحصل، وانا عايزه اشكر استاذه انهار انديل والاستاذه هدى حسن لجنه المراه. استاذه انهار انديل هي رئيسه اللجان لجنه المراه، انا احب قوي ان انا اشكرهم بجد على المجهودات العظيمه اللي بيقدموها للنادي. ممتاز بصراحه ومعلومات مفيده جدا، ودكتوره هند يعني افاضت بكل المعلومات اللي عندها وزياده. حاجه والله جميله وكلنا اتبسطنا، وهي بصراحه شرحت الدكتوره شرحت الاتيكيت بطريقه جميله جدا مبسطه، وكلنا اتبسطنا جدا. لا الحقيقه حاجه كويسه جدا يعني وجميله، ويا ريت نفضل متابعين في يعني متابعينها على طول.